مرحبا، اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وغير شكل. ميرا وماريا من زمان جاي على بالهم بيتزا، ولانه نحن مستغنيين وما عم نطلب من برا قررت محسوبتكم تعمل لهم اياها بالبيت. ومشان تعرفوا شغلة عني، انا مو كتير تبع مطبخ، يعني ما كتير بحب فوت بالمطبخ وهيك اعمل قصص، بس اليوم قلت يلا خليني اجرب اضرب هالضربة لشوف اذا رح تزبط معي او لا، ورح نشوف شو ردة فعلهم لميرا وماريا، رح تعجبهم البيتزا او لا. اما هلا مشان ما طول عليكم تعالوا خلونا نبلش ونشوف كيف رح نحضر العجينة. هون انا جهزت الخميرة، لازم ساويها هيك وحطها شوي على جنب، وحطيت هون الطحين. هلا بس ليصيروا هدول نتركهم شوي، نضيف هاي على هاي، ان شاء الله هكون عم بشتغل صح. وهلا اجا وقت نحط الطحينة فوق الخميرة ونبلش عجن. نحط هيك شوي، يا ساتر ان شاء الله يكون عم بعمل صح. اوكي يا جماعة، انا حاسة الموضوع عم يخرج عن السيطرة، العجينة كثير عم تلزق، يعني ما بعرف شو لازم يعملوا بهي الحالة، كثير عم تلزق بالايد، يعني ما عم تصير عجينة، يعني شو لازم اعمل. قلت لكم انا مالي تبع مطبخ ولا بحب اخترع ولا ساوي شيء له علاقه بالطبخ. ما صدقتوني. اوكي الحمد لله رب العالمين، قدرت رقع الموضوع وزبطنا العجينه. هلا عم جاهزه مشان نحطها على جنب تتخمر. والله انا بقول انه راح يزبط معي، خلص لازم يعطي الواحد حاله فرصه ليبدع، حتشوفوا ابداع غير شكل. وهي هيك عم نسكرها منيح ونحطها على جنب لترتاح نفسيتها عشان تزبط معنا وهيك تعطينا نتيجه حلوه يا رب. اوكي هلا رح جهز الاشياء اللي بدي احطها على البيتزا. هلا الحمد لله رب العالمين انه نحن بنحب البيتزا بس مع جبنه، يعني نحن الكل بنفضل الجبنه اكثر شيء على البيتزا، فانا قررت احط بس جبنه. فجبت خليط اجبان رح اعمله وورجيكم اياه، وبحب بس انا، يعني انا الوحيده اللي بحب فطر بس مع البيتزا، فرح اعمل وحده جبنه لحال وحده جبنه مع فطر بس، وشكرا وعفوا. حتى الصلصة جايبتها جاهزة. معلش معلش، هي المهم الفكرة، يعني الحمد لله. وهيك الجبنات صاروا جاهزين عنا وكمان الفطر. هلأ اللي رح أعمله هو رح روح طيارة جيب البنات من المدرسة وبرجع بجهزهم وحطها بالفرن دغري. أوكي وهلأ رجعت وعلى السريع عم بفرد العجينة، صار وقت هاي وشكل الأمور لهلأ تمام، فيعني إن شاء الله بيتزا تأكل. أماني بس شوفوا لي على هالمنظر، يا عيني يا عيني، هي اللي مع جبنة بس وهي مع فطر وجبنة. هلأ رح نحطهم بالفرن وندوق، يا سلام. وأنا اليوم حبيت أعمل سيرفس كاملة للبنات، جبت هذا التوست بريد وحطيتها عليه زبدة مع توم، وهلأ ضايل ضيف الجبنة وحطها بالفرن. اوكي طلعناهم من الفرن، هلا رح ندوق وناخذ راي اول شيء ميرا وماريا. ماريا شو رايك؟ طب دوقي اول لشوف. اكيد طيبه؟ قديش من 10؟ 10، يا سلام، صحتين. وميرا خانم؟ 6. 6؟ لا 7، قصدي 10. هلا عم تكذبي علي ولا عم تحكي عن جد؟ عن جد. طيب يلا ذوقي لنشوف. 11. طيب يلا ذوقي لنشوف. حبيتيها؟ بيتزا بيتزا طعمتها مو؟ ايه بيتزا. صحتين. اوكي هلا مشان المصداقية، بعد ما اكلت قطعة كاملة كنت بتمنى انه العجين يكون اضبط او يكون هيك سبونجي اكثر، ما بعرف اذا فهمتوا علي، بس يعني كنت بتمنى يكون اضبط من هيك. اعطي الخباز خبزه لو اكل نصه. لا لا عم بمزح، يعني لازم يضل يحاول الواحد ليطلع معه اضبط شيء. بعطي حالي 7 من 10،
7 7 ونص يعني هيك جيد جيد. وهلا بس ليجي محمد كمان حندوقه اياها ونشوف شو رايه. السلام عليكم. وعليكم السلام. جرب البيتزا. شو هي من برا؟ جرب اعطيني رايك. سخنه كثير. استنى على تبرد. والله سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. رايك لازم يكون بشفافيه تامه. خرافية. لا عن جد ولا عم تمزح؟ والله العظيم طيبة. رهيبة. والله؟ اي والله. سخنة يا حرام. والله شغل مين؟ حبيبي هذا شغل محسوبتك. ما بصدق. شو قصدك؟ لا ما قصدي شيء بس والله طيبة. يعني من الآخر عيدة ولا لا؟ لا عيدية طبعا. طب وين أطيب برا ولا نساويها بالبيت؟ لا لا شوفي كل شيء له شيء يعني 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 هون شيء وبرا شيء. التنتين طيبين بصراحة بس والله هاي بعطيك عليها يعني 8 من 10 خلينا نقول. يلا أوكي. لا بس والله طيبة جد. طيب ما أنا بتعرفيني ما بجامل بهي المواضيع يعني. خلص تمام. يعني أنا كل شيء غالي علي. طيبة والله الله يسلم إيديك يا رب. إيديك.